أشكالها أو أزيائها الحقيقة هي استثمار للتنوع الثقافي المصري وإدماجه كمان في الواقع المعاصر، لأن طبعا مصر فيها مرتكزات ثقافية كتير جدا زي مثلا النوبة، البدو، الدلتا، وكمان سيوة. ريم شاهين بتحاول من خلال مشروعها حماية الهوية المصرية وتدعيم المنتج والزي المصري وتأكيد على استقلال وتفرد الشخصية المصرية. هنطلع معاكم فاصل ولسه مكملين فقرات برنامجنا ونرجع لكم تاني. التراث المصري بحر غني بإبداعاته وألوانه لأنه بيتسم بالأصالة والرقي، وعلى العكس من مصممي الأزياء الذين يسعون للاقتباس من الموضة العالمية، تحمل مصممة الأزياء المصرية ريم شاهين على عاتقها فكرة الاقتباس من التراث المصري القديم الغني بمفرداته المتنوعة لتقدم أزياء مصرية تتناسب مع طبيعة الحياة اليومية. بداياتي ابتديت شغل مصانع الملابس الجاهزة عشان أخد الخبرة الجودة والقص والتصميم وكده، وبعد كده انتقلت مرحلة إن أنا دخلت اشتغلت مع شركة لتطوير المنتجات التراثية على مستوى الجمهورية، وكانت دي أول خطوة ليا في الانطلاق في شغل الهاند ميد المصري. يعني اللون ممكن يستهويني جدا، انا بحب تركيب الالوان مع بعض وتمازج الالوان مع بعضها، فده الى حد كبير ربطني جدا كمان بالتراث لان التراث مليان الوان وانا من الشخصيات اللي بحب الالوان قوي، فكان مهم اقدر اوفق ما بين الالوان الصارخه بتاعه التراث اليدوي اللي هي ممكن ما تناسبش ناس كتير يحسوا ان هي حاجه يعني كارنفالي شويه، وما بين ان هي تبقى حاجه سيمبل وتقدري تمشي بيها في الشارع ما تبقيش ملفتة قوي. أكثر من 10 سنوات قادتهم ريم في التنقيب بين أهل سيوة والعريش وغيرها من البلاد، فتحولت من مجرد زائرة تبحث عن الموضة إلى مدرسة تعلم السيدات. كنت بروح على أساس أن أنا مدربة للخياطة في الورش، وبنجهز ورش كاملة متكاملة في بعض المناطق اللي ما بيروحهاش أي حد أصلاً، مناطق بعيدة جداً، منطقة نخل، منطقة برضو اشتغلنا في سانت كاترين قريبا، اشتغلت في نويبع مع قبيلة الترابين، يعني كذا قبيلة اشتغلنا معاهم، وكانت السيدات هناك طبعا بيبقى صعب التواصل ما بينهم بين القاهرة والحياة المدنية، فكانت فرصة ان احنا نشتغل معاهم الشغل اليدوي في حاجات حديثة نقدر ان احنا نصدرها او نسوقها لهم ونسوقها لنفسنا برضو. دي مجموعة من الازياء هشرح من خلالها طبيعة شغل كل منطقة موجودة في مصر. ده مثلا اسمه شراح، شراح ده في سيوة بتلبسه العروسة في يوم فرحها، وبيتطرز بتطريز كثيف كده زي ما انتوا شايفين. في عندنا شمال سيناء مثلا، ده تطريز شمال سيناء، التطريز ده برضو بيبقى له اشكال كتير هندسية، اغلبها اشكال هندسية بنحتاج نخامة تانية نحطها فوق القماش ده عشان نقدر نطرز عليه بالعدد، وبعدين بيتفك القماش ويظهر لنا التطريز ده. الألوان بتاعت صيف 2015 الأصفر الأكر، في اللون السيمون، في اللون الأخضر البوستاش، معظم الدرجات دي ممكن يعني الأخضر الفاتح ده ممكن يناسب البنت الخمرية شوية، لو تاخد الدرجة الزيتوني منها البنت البيضة.